شايف ازاي بقى الاجراءات الاحترازيه في اللجان واحنا يعني في فيروس كورونا؟ لا ممتاز، يعني التباعد موجود، الكمامات موجوده، الكل حريص الحقيقه على يعني الاجراءات الوقائيه. يعني يا فندم لو تحب توجه رساله للشعب المصري تحب تقول لهم النهارده واحنا في اليوم الثاني للمشهد الانتخابي؟ والله بقول لهم انزلوا، وبقول لهم التنظيم موجود، وباذن الله يكون في اقبال كبير. شكرا جدا يا فندم، شكرا جزيلا.